بذاته نتوكل منه دائما وابدا. طلب السداد والتوفيق والنجاح ايها المتابعون، ايها المستمعون الكرام الافاضل، وجدد ترحيب حضراتكم من جديد مع هذه الانطلاقات ومع هذه التواصلات وانطلاقة شوطنا هذا الشوط الخامس عشر للحقائق الأفكار، مقدمة شوط وتابع اللجوج على المقدمة، اللجوج على الصدارة، شعار وتر ينطلق من جديد مقدما لنا اللجوج. فيصل بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع على أول التحديات متصدرا ومتمسكا بزمام الأمور، بينما ثاني التحديات أتابع شعار البريدي على المركز الثاني مقدما لنا وسام حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، بينما ثالثا أتابع الاسم القادم وصول الذيبة أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي على المركز الثالث، بينما رابعا أتابع الاسم القادم شعار محمد بن حمد العامري يقدم لنا موالة، أو هنا شعار مبارك بن حمد بن محمد بن طرشوم العامري. خامس التحديات أتابع الاسم القادم النادره على المركز الخامس حمد بن ناصر بن رملي العامري، وصلوا هنا أبناء مصانع الجنوب لينطلقون بهذا الانطلاق. ولكن أعود إلى مقدمة شوط ليتابع شعار بن شريم ينطلق مقدما لنا اللجوج بهذا الانفراد الكبير والمميز على مقدمة هذا الشوط. اللجوج اللجوج اللجوج، الله على اللجوج وعلى أداء اللجوج الكبير والمميز بمقدمة الشوط. شعار قدم لنا وتر يقدم لنا اللجوج في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز أتابع وسام على المركز الثاني حمد بن جار الله البريدي، بينما أتابع متعبة وصلت في هذه اللحظات علي بن سعيد بن نشيرة المنصوري، ووصلت في هذه الأثناء مرضية لتندفع بهذا الأداء وهذا المستوى الكبير سلمان بن لافي بن حبيب الشمري، وصل مع مرضية في هذه الأثناء ليرضي جماهيره ومحبينه ويبعث بالسلامات إلى أبناء حايل مع لوحة الكيلومتر الأخير. انطلقت اللجوج ومرضية ثانيا، الله الله الله، نعم انطلقت في هذه اللحظات مرضية 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 سلمان بن لافي بن حبيب الشمري على المقدمة وعلى الصدارة. ينطلق هنا راعي صخر على أول التحديات مع المركز الأول، ولكن بن طرشوم بن طرشوم هنا وشعار الذيبة أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، وثالثا أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات وعد محمد بن سلمان بن محمد آل فهيده المري. الله الله، وصلت متعبة بشعار بن نشيرة ولكن مرضية 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 سلمان بن لافي بن حبيب الشمري ينطلق أيها السلطان على المراكز الأمامية، ولكن بن نشيرة بن نشيرة متعبة متعبة علي بن سعيد بن نشيرة المنصوري مرضية ثانيا مرضية ثانيا مرضية ثانيا، عادت من جديد مرضية 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 سلمان بن لافي بن حبيب الشمري. ينطلقوا أبناء ضباعة مع المراكز الأمامية مع مقدمة الشوط بن نشيرة بن نشيرة مرضية 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 مرضية، أرض الجماهير يا لافي بن حبيب يا الشمري سلام حايل سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلت متعبة علي بن سعيد بن نشيرة المنصوري، وثالثا كان الوصول في هذه اللحظات من الذيبة أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، ورابعا كان الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من قبل المركز الرابع في هذه اللحظات السايحة.
اذا ثالث المراكز كانت هنا الوصول من شواهين مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري بينما رابعا وتابع وصول على رابع مراكز السايحة جابر بن حمد بن عويضة الخيالي وخامسا وتابع الوصول من المتحدة محمد بن راملي بن محمد بن مطر العامري والتوقيت الزمني وصولي مرضية وانتزاعها للفوز والانتصار 4:31 بالوفاء والتمام سلمان بن لافي بن حبيب الشمري تهانينا والناموس سلام حائل سلام على هذا الفوز. المركز الثاني شعار بن نشيرة من قدم الأداء الكبير والمستوى المميز على ثاني المراكز علي بن سعيد بن نشيرة المنصوري مع متعبه 4:31 وجزئين 2 من الثانية بينما ثالث المراكز وتابع الواصلة على ثالث المراكز شواهين مسلم بن حمد بن متعب العامري على المركز الثالث 4:31 4:04 تهانينا وناموس لمالك شواهين مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.